أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص. ضيف لقائنا الخاص هو الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور مرحبا بك في هذا اللقاء الخاص. حياك الله. لو بدأنا دكتور من آخر تطورات الوضع في العراق كقوى وطنية مناهضة للاحتلال ومنها هيئة علماء المسلمين في العراق، كيف قرأتم هذه المقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق؟ هذه المقاطعة اقتربت من عتبة 90%. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الأمر مفاجئا لنا، وقد عقدنا في الهيئة ندوة قبل الانتخابات بأيام توقعنا فيها هذه المقاطعة بناء على متابعة لمعطيات الشارع العراقي، وبناء أيضا على ما تمخض عنه الحراك الشعبي على مدى السنتين الماضيتين، وبناء مرة ثالثة على فشل العملية السياسية المتراكم والمتراكب منذ بداية الاحتلال وحتى اللحظة. وهذا كله أيضا انطلق من رؤية واستشراف مبكر جدا منذ عام 2003 إلى مآلات العملية السياسية وأنها ستنتهي إلى هذه الحالة. في الانتخابات الأولى كانت نسبة المقاطعة 42%، ثم في الانتخابات الثانية والثالثة جرى نوع من التدليس على الشعب العراقي ومحاولات الإيهام ومحاولات تغييب الرؤية الوطنية الواعية الصحيحة الصريحة، وحدثت فتن كثيرة جدا أثرت على الناخب العراقي. لكن الانتخابات الماضية كانت واضحة وصريحة في ازدياد وعي هذا المواطن ودعوته إلى التغيير وإحجامه على المشاركة، وكانت الانتخابات الماضية أيضا يعني شهدت انحسارا كبيرا وابتعادا عن مشاركة الشارع العراقي بفئاته المختلفة. الجديد في هذه الانتخابات أنها جرت في ظل الدعوة للمقاطعة، وهذه المقاطعة هذه المرة في هذه الانتخابات لم تنطلق من الهيئة ولا من القوى الوطنية المناهضة للاحتلال ولا من القوى السياسية كما حصل في الانتخابات الأولى عندما قاطعتها القوى المناهضة للاحتلال وبعض القوى الداخلة في العملية السياسية أيضا، وإن تنصرت من ذلك بعد حين. الجديد هو أن هناك دعوة للمقاطعة من فئات وتيار شعبي واسع كبير جدا في العراق وصل إلى ما توقعناه واستشرفناه سابقا، فبدأ بالدعوة إلى المقاطعة، وقد أسفرت هذه الدعوات عن هذه النتيجة الهزيلة جدا وعن هذا الانحسار الكبير للمشاركة في عملية الانتخابات وأيضا العزوف الشعبي الواسع. فهذه قراءتنا لما جرى ويجري هذه الأيام. اللافت الدكتور أن كل التحشيد السياسي والإعلامي والرشا وحتى دخول مرجعيات دينية وفتاوى لم تسعف هذه الانتخابات من هذه الضربة الموجعة بين قوسين بالمقاطعة الشعبية ل 90% تقريبا ممن يحق لهم الصوت. لماذا لم تستطع أن تسعفها؟ لم تستطع أن تسعفها لأنه الأمور كانت ذاهبة في هذا الاتجاه، بل أن هذه الفتاوى وهذا الاندفاع في موضوع الفتوى، نعم، هذا التهافت في موضوع الفتوى والفتاوى المتهافتة أقولها بكل صراحة وبكل وضوح، التي لا تستند إلى أسس علمية شرعية ولا حتى إلى أسس واقعية منطقية، سواء منها كان الفتاوى الداخلية أو حتى الفتاوى الخارجية التي استنجد بها بعضهم. أما موضوع المرجعيات فليس جديدا، فهي على طول الخط داعم للعملية السياسية، وعندما يحصل فيها تراجع أو فشل تتحدث عن أنها لم تدعم، نعم، وتصدر بيانا. الناس لا تصدق البيانات، تصدق الواقع على الأرض. فإذا كان هناك استشعار من القوى المشاركة في العملية السياسية الداعمة لها، بل حتى من المجتمع الدولي الداعم لهذه الانتخابات، بأن هناك انحسارا واسعا في مشاركة الشعب العراقي في الانتخابات. فلذلك استدعيت كل الوسائل الممكنة الترغيبية منها والترهيبية، ومنها سلاح الفتوى. وقد أثبت الشعب العراقي والحمد لله أن هذه الفتوى لم تدفعه إلى المشاركة كما دفعته فتاوى للمشاركة في الانتخابات الأولى والثانية على سبيل المثال. وهذه نقطة إيجابية، أن سلاح الفتوى أصبح سلاحا مسيسا في وعي الجماهير ليس في وعينا فقط. نعم دكتور، بعد ثورة تشرين عام 2019 والمقاطعة الشعبية الكبيرة 90% ممن يحق لهم التصويت، إلى أي حد تعتقد أن هناك اقترابا ربما تطابقا بين موقف القوى الوطنية المناهضة للاحتلال ومن هيئة علماء المسلمين والموقف الشعبي من العملية السياسية؟
تطابق كبير جدا. يعني أنت شوف الشعارات، شوف حملة المقاطعة اللي جرت قبل الانتخابات، ارفع فقط منها أسماء الداعين إليها، وضع اسم هيئة علماء المسلمين، يستقيم الكلام أم لا؟ يستقيم تماما. إذن هو خطاب وطني واعي مدرك، وصل إلى أن إلى قناعات تامة بأن النظام السياسي القائم جميعا وليس الانتخابات والعملية السياسية فقط لن يؤدي إلى تحقيق شيء مما كان يأمله العراقيون، فانتهوا إلى ما بدأنا به في عام 2003. يعني عاد الشعب العراقي الآن إلى المربع الأول، مربع الوحدة الوطنية، مربع الوعي الوطني، مربع الموقف الواضح ضد الاحتلال وأتباع الاحتلال في العراق. فإذا الشعب اقترب ووصل إلى السقف الوطني الذي كانت تطالب به القوى المناهضة للاحتلال في عام 2003 ومنها الهيئة. فهي نتيجة منطقية طبيعية جدا، لأن هناك حقوق، هناك واجبات، هناك متطلبات، هناك آمال كبيرة مرتبطة بسقف وطني قد يتراجع عنها البعض، قد لا يصلها، قد يغفل عنها، لكنه في النهاية سيصل إليها، وها قد وصل إليها الشاب أخيرا. دكتور، هذا المربع الوطني الذي أشرت إليه أن الشعب العراقي عاد إلى المربع الوطني، مربع الوحدة، هل تعتقد أن الواقع أرجعه إلى هذا المربع، أم الخطاب السياسي والإعلامي للقوى الوطنية ومن هيئة علماء المسلمين المحرض والمؤلف ضد العملية السياسية، شيطنة العملية السياسية، إبراز سلبيات العملية السياسية، التغاضي عن أي إيجابيات إذا كانت هناك من إيجابيات، هو الذي صنع هذا الوعي استجابة لهذا التحريض المستمر منذ 18 عام، أم ثم تواقع هو الذي صنع هذا الوعي وأرجع المجتمع إلى ما وصفته بالمربع الوطني؟ أسباب عديدة. نعم. لعل السبب الأول هو وصول الشعب إلى قناعات بهذا الواقع المر الذي يعيشه. أيضا سياسات الترهيب والقتل والتصدي لكل شعور وطني حقيقي، سياسات الترهيب المتبعة من قبل الميليشيات التابعة للأحزاب، الهيمنة الإيرانية الواضحة والصريحة والظاهرة، استبعاد الشعب من أي تفكير للسياسيين الممسكين بالعملية السياسية، عدم حصول أي متغير ما سواء كان المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي أو الثقافي أو الإنساني في العراق، كل هذه الأمور أوصلت الشعب العراقي إلى هذه القناعات، فضلا عن ظهور قوى حية، قوى شابة، قوى وطنية بعد حراك تشرين. كل هذه الأسباب أدت إلى ما أدت إليه. النقطة التي تتعلق بالهيئة أن الهيئة والقوى الوطنية من الاحتلال قد بقوا ثابتين على ما طرحوه منذ بداية الاحتلال، فلما تفاعل الحراك الوطني وجد من يسند هذا، وجد من تكلم بهذه المبادئ وهذه الأفكار والمفاهيم قبل سنوات، وجد المنصات الإعلامية والسياسية اللازمة لتصعيد وتيرة هذا الخطاب التي مثلتها الهيئة. فإذا هو التقاء، لا أنسب الفضل للهيئة، لا، الفضل للشعب أولا، لوعي الشعب، لإدراك الشعب. نحمد الله سبحانه وتعالى أننا بقينا على موقفنا الذي وصل إليه الشعب حتى نكون سندا له فيما يريد أن يوصله للعالم. نعم. روج سياسيا وإعلاميا دكتور بعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة أن الأحزاب والميليشيات والقوى الطائفية المحسوبة على إيران التابعة لإيران كانت هي الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، وهو منجز كبير لهذه الانتخابات بحد ذاتها، لو لم تحقق شيء وحققت هذا المنجز لا يعني كفاها. فعلا تحليل المشهد في العراق بهذه الصورة؟ هذه مغالطة. نعم. ومحاولة تدليس كبيرة تقف وراها أطراف محلية داخلية وأطراف خارجية. كل من دعم العملية السياسية والانتخابات الأخيرة وفشل في تحقيق مراده بدأ يدعي هذه الادعاءات، يحاول أن يضخم هذه الصورة. صورة خسارة تحالف الفتح والميليشيات والحشد الشعبي هي بالتأكيد نقطة إيجابية، لكنها خسارة جزئية في إطار مكون كبير. هذا المكون عاد ترتيب أوراقه وأوضاعه وبقي محافظا على النسبة نفس التي كان يعني يحوزها في الانتخابات السابقة وقبلها. لما؟ لأن هذه الأمور محسوبة بدقة وفق سياسة المحاصصة والنسب المعتبرة، فلا يمكن تغيير أي نسبة عامة لهذا المكون أو ذاك، وإنما صار الحراك والتغيير داخل المكونات. وخسارة تحالف الميليشيات على سبيل المثال تشابه خسارة بعض القوائم في تحالف الكردستاني، بعض القوائم والأسماء في المكونات السنية السياسية وما إلى ذلك. فهي عملية تغيير مواقع. لماذا لم يركز على خسارة جبهة التغيير مثلا في كردستان؟ لماذا لم يركز على
عدم فوز الحزب الإسلامي أو مرشحيه الذين دخلوا بأسماء أو تاخروا تحت لافتات وتحالفات أخرى. لماذا يركز فقط على هذه الجزئية؟ هي خسارة للمجلس الأعلى، خسارة لتيار الحكمة، خسارة لتيار العبادي، خسارة لمنظمة بدر، خسارة لميليشيا الحشد الشعبي، نعم، ولكن بالنتيجة من الفاز بالعدد الأكبر في إطار المكون كما يسمونه الشيعي؟ من كان ثانيا في إطار هذا المكون؟ نجد تيار الصدر، نجد المالكي، ونجد غيرهم. فإذا ليست إيران هي الخاسر الأكبر، وإنما تيار الميليشيا اللي هو نستطيع أن نقول الصورة الأكثر عنفا. لكن الدكتور هو رأس الحربة في النفوذ الإيراني. لكن في النتيجة نعم. طيب النتيجة هل تشكلت، هل أعلنت الكتلة الأكبر؟ بل هل أعلنت النتائج الانتخابات حتى الآن؟ نعم. هل شكلت الوزارة؟ فلننتظر ونرى، مرينا بهذه التجارب سابقا. نعم. سيتم إعادة تأهيل هادي العامري ومن معه بصورة أو أخرى، وتتم عملية تفاوض كما سمعنا أو كما شاهدنا في الانتخابات السابقة، ومن ثم تختار كتلة أكبر تراعي حقوق كل هذه المكونات، فتنتهي النتيجة إلى أن الانتخابات لا أثر لها في تقدم هذا أو خسارة ذاك. من هذه النقطة دكتور، إذا كان الأمر هكذا، إذا لماذا كل هذه الضجة وهذه التظاهرات أو الاعتصامات لعناصر الميليشيات وتهديد بالسلاح واتهامات لرئيس الحكومة وأمريكا والمنطقة والدول العربية بتزوير الانتخابات واستهداف الحشد لأنه هو الضامن للعراق، إذا كانت الأمور كما قدمتها قبل قليل؟ أولا هي الضجة ليست كبيرة، هي مبالغ فيها، لأنه المتجمعين الآن هم عناصر الحشد الشعبي، ولم يستطيعوا حشد الآلاف بل عشرات الآلاف ممن جيشوهم في وقتها بذريعة حرب الإرهاب، وإنما بضع مئات يستلمون رواتبهم ومخصصاتهم المستمرة، يعني هم موظفون، هم عناصر تابعة لهذه الميليشيا أو تلك، يجب عليهم أن يحضروا هذه الاعتصامات مجازا، نسميها اعتصامات، بل أن بعضهم بل كثيرا منهم حضر ولا يعلم لماذا حضر، لا يعلم لماذا هو يقف من أجل الاحتجاج وإظهار هذا الصوت، من أجل أنه تأتي بعض قنوات فضائية هنا وهناك وتقول أن هناك احتجاجا على نتائج الانتخابات. أعود إلى سؤالك فأقول لا. هم يريدون أن يقولوا بأن الموضوع هو تزوير، هو تلاعب من جهات خارجية ضد الحشد، ضد فكرة الجيش الولائي التي كانت تعد في العراق تبع النظام الولي البقيه، وليس خسارة بسبب جرائمهم ضد العراقيين جميعا، فهم حريصون على تبرئة أنفسهم وأن شعبيتهم ما زالت قائمة وأنهم لم يخسروا، هذا هو السبب. ولا بالنتيجة هم من الآن أقول لك بصراحة هم يعرفون ما هي حصتهم وما هي وزاراتهم ومتى سيتم الاتفاق على تشكيلة الحكومة الجديدة، التفاوضات قائمة بغض النظر عن هذه الاحتجاجات، هذه ورقة للتأثير على الرأي العام، للتأثير على بعض الجهات، وأيضا ورقة تهديد، وقد رأينا أن أول التهديدات قد حصل في المقدادية، حصل عرض الواقع من أجل المحافظة على ظهور أراق الدماء. سنتحدث عن هذا، نتحدث عنها، ولكن لا بد من الإشارة. نعم. لا. نعم. بالتالي دكتور، هل تعتقد أن الميليشيات الخاسرة الرابحة بغض النظر عن المعادلة الانتخابية، حجومها الانتخابية ومقاعدها، ستعيد تشكيل المشهد، ستفرض المشهد السياسي والأمني والعام عموما في العراق بقوة سلاحها، خسرت أم ربحت؟ هذه القضية تفصيل في عنوان رئيسي، أن السلاح موجود والمشهد يشكل بالسلاح. للأسف هذا الذي سيحصل. مثال على ذلك، نعم، أن هناك الناس كانت متخوفة أن الحشد يبقى بنفوذه السياسي ونفوذه العسكري بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة، ويؤتى أيضا برئيس وزراء تسوية ضعيف جدا، وتستمر الميليشيات في تسيير الأمور في العراق، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى مخاطر كبيرة جدا على الأرض. الذي حصل الآن أن هذا حصل قبل حتى تشكيل الحكومة، أن مخاطر الميليشيات بدأت بالظهور علنا وإراقة دماء العراقيين وعمليات التهجير الطائفي حتى قبل أن تشكل الحكومة، وحتى قبل أن يستلموا الوزارات المعنية بالجوانب الأمنية والعسكرية. نعم دكتور، بعد هذه الانتخابات بغض النظر أيضا عن نسبة المشاركة الضعيفة فيها،
تعتقد أن صورة الميليشيات التي قدمت وسوقت في المرحلة القادمة أنها صمام الأمان، حامي الأرض والعرض، المدافع عن العراق، قد تحطمت الآن وتهشمت، وبالتالي لا فرصة لإعادة ترميمها مرة ثانية؟ نعم، هذا هو الجانب الإيجابي مما جرى ويجري الآن. هي الصورة أساساً يعني على الأقل عند قطاع معين. نعم، الآن الصورة لا اتسعت، غالب العراقيين وغالب من يتابع المشهد العراقي أو يهتم بالمشهد العراقي أصبحت الصورة عنده واضحة، ميليشيات إرهابية مرفوضة من الشعب العراقي تحاول فرض هيمنتها وقرارها السياسي بقوة السلاح مدعومة بالحماية الإيرانية. هذه هي الصورة، والحمد لله هذا إنجاز بحد ذاته، وهذا الإنجاز ما تحقق لولا السنتين الماضيتين من الحراك الشبابي. فقد تصدت هذه الميليشيات لهذا الحراك على الرغم من أنه أبناء هذا الحراك في غالبهم من أبناء محافظات الوسط والجنوب، بمعنى أن سلاح الميليشيات ليس مرفوعا ضد محافظات بعينها فقط أو بحجة محاربة الإرهاب، وإنما إذا دعت الضرورة يقاتل ابن المذهب، وهذا ما حصل. نعم دكتور، كانت لكم دعوة جديدة للقوى العراقية التي قاطعت الانتخابات لتشكيل، طبعا باعتباركم قوى وطنية مناهضة للاحتلال ومن هيئة علماء المسلمين، لتشكيل إطار وطني للتنسيق. هل لديكم تصور واضح أو ملامح محددة لهذا الإطار؟ نعم، دعونا إلى هذا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة قبل أيام. وبالمناسبة هذا المصطلح الإطار التنسيقي هو مصطلح قديم، وهو من بنات أفكار القوى الوطنية، وإن تمسك به بعض اللاعبون الآن في الساحة. فالدعوة هذه قائمة على أسس. الأساس الأول هو ما تحدثنا عنه في بداية الحلقة، أن الحراك الشعبي العراقي قد وصل إلى نفس النتائج التي كانت القوى المناهضة للاحتلال قد توقعتها في بداية الاحتلال. إذن اتفقنا في الوصول إلى الأهداف والغايات نفسها. الأمر الثاني أن هذا الحراك الشعبي سلمي، ونحن كقوى وطنية مناهضة للاحتلال نعمل في هذا الإطار، وهذه نقطة اشتراك ثانية. الأمر الثالث أن القوى المناهضة للاحتلال ومنها الهيئة قد قدمت خدمات كبيرة لهذا الحراك، وتبنت هذا الحراك ووسعت من آفاقه، وأصبحت بمثابة رسول له خارج العراق، وسخرت له كل الإمكانات الإعلامية والسياسية. أين تجلت هذه أو هذا التعاون أو هذا الدعم؟ تجلى منذ اللحظة الأولى في التواصل مع اللجان التنسيقية والتشاور وإبداء الرأي والنصيحة، ثم إتاحة الفرصة للظهور الإعلامي في وسائلنا الإعلامية ولا سيما قناة الرافدين، أو في محاولات فسح المجال لهم للظهور في وسائل إعلام عربية وغير عربية. فضلا عن أمر آخر مهم جدا، وهو أن الميثاق الوطني العراقي عندما أعلن قد تبنى، وهو أعلن قبل انطلاق ثورة تشرين بأشهر، قد تبنى هذا الأمر وأقام جسور علاقات وطيدة مع الجهات التنسيقية داخل العراق. لديكم لقاءات أو تواصل مستمر مع هذه القوى؟ تواصل مستمر. نعم. حدثت لقاءات على مستويات مختلفة وفي أماكن مختلفة، ولا أدعي بأن التواصل مع الجميع، ولكن من يتواصل معنا يمد يده نمد له أيدينا. فهذه النقاط كلها تدعونا الآن أو وضعتنا في موقع تقديم نصيحة أو طلب لهذه القوى جميعا بالتشكل في إطار جبهوي لتنسيق جهودها فيما بينها أولا، ومع القوى المناهضة للاحتلال ثانيا، من أجل تحقيق الهدف المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الوسيلة أو الطريقة أو المنطلقات، وهو إعادة العراق للعراقيين. نعم، هذا الإطار التنسيقي إذا ما تم التشكيل أو ظهر أو ولد، ما الذي يمكن أن يقدمه للقضية العراقية في الداخل وفي الخارج؟ يقدم أشياء كثيرة. أولا يكون نافذة وواجهة وصوت للعراقيين في الداخل. تعدد الأصوات الآن الوطنية مطلوب ومهم، لا ينبغي أن يكون الميثاق الوطني وحده ولا هيئة علماء المسلمين وحدها ولا التيار الفلاني يقوم في الساحة. نريد أن نقول للجميع هذا صوت الشعب العراقي الممثل لكل مكوناته وأطيافه ومذاهبه وفئاته، وهذه نقطة قوة لنا سواء كنا في الهيئة أو في الميثاق الوطني أو في القوى الوطنية المناهضة للاحتلال.
الأمر الثاني أن هذا الإطار يقطع الطريق على الأطر الأخرى، المفترات والمدعات والمشكلة في العراق. سمعنا عن وتابعنا أسماء عديدة أعلنت في المرحلة الماضية، نعم، مجالس وهيئات واتحادات وروابط تنسيقية وائتلافات، وبعضها تجاوز يعني باسم تشرين تجاوز يعني 60 أو 70 مكون، وكل أسماء يعني قد تكون موجودة في الأصل، موجودة في الداخل بغض النظر عن حجمها وغيره، ولكن فيها نوع من التداخل والغبش في الرؤية. فمنها من هو في العملية السياسية، أو من هو خارج من العملية السياسية، أو من هو طامح لدخول العملية السياسية، أو طامح وأبعد عن العملية السياسية، فضلا عن أن كثيرا منها له ارتباطات وصلات بأحزاب السلطة الموجودة. فعندما يقوم إطار سليم وطني سيقطع الطريق على هذه الدكاكين السياسية للأسف. دكتور، برأيك ما هو المطلوب من هذا الإطار التنسيقي الوطني لكي ينجح ويقدم القضية العراقية للرأي العام ويطلعوا على حقيقة ما يجري في داخل العراق؟ أولا الثبات على الموقف، وهو التغيير الكامل في العراق، نعم، وعدم الانخداع بدعاوى الإصلاح هنا وهناك. ثانيا عدم الاقتراب من العملية السياسية بأي شكل من الأشكال. ثالثا تأهيل أصوات واضحة وصريحة تمثل هذا الحراك وتحظى بثقة جميعه أو غالبه. ورابعا التفاعل بشكل جدي مع القوى الأخرى المناهضة للاحتلال. هذه النقاط الأربع إذا تحققت أعتقد بأن هذا الإطار سيحقق الأهداف المطلوبة منه أو المتمنات والمرجوة منه إن شاء الله. أستأذن من ضيفنا دكتور مثنى حارث الضاري ومن المشاهدين الكرام لنذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل هذا اللقاء الخاص مع ضيفنا دكتور مثنى حارث الضاري. ابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذا اللقاء الخاص. ضيف اللقاء الخاص الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا. دكتور، جرى في الأيام الماضية وضع أمني تفجر في محافظة ديالى أعقب تصاعد في الخطاب الطائفي التحريضي ضد عدد من السكان بهوية معينة في محافظة ديالى. أنتم اتهمتم تحالف الفتح الممثل للميليشيات بالوقوف وراء هذا التفجير في محاولة لخلط الأوراق، يعني طائفيا على حد تعبير البيان، بيان الهيئة. هل من توضيح لما استندتم إليه في كيل هذا الاتهام لتحالف الفتح؟ نعم، اتهامنا هذا حقيقة لمجمل الحالة الميليشياوية وليس لتحالف الفتح فقط. نعم، وإن كان تحالف الفتح هو المتهم الرئيس فيها لأسباب عدة، وأيضا مجمل الحالة العسكرية والأمنية في هذه المنطقة. فكلنا نعلم أن هذه المنطقة آمنة، ليس فيها بؤر للإرهاب، داعش غير موجودة في هذه المناطق. إذا كانت هناك داعش حقيقة في هذا الموضوع فقد انتقلت من مكان إلى هذا المكان. طيب، كيف سمح لها بالانتقال من مسافة بعيدة في جبال حمرين وفي العظيم وما إلى ذلك إلى هذه المنطقة المضبوطة أمنيا، والتي على الأقل فيها 3 تشكيلات عسكرية فضلا عن ميليشيا الحشد الشعبي؟ نعم. المنطقة المستهدفة أيضا مجموعة القرى هناك لا يقل عدد نقاط التفتيش السيطرات الموجودة في المنطقة وأبراج المراقبة عن 10، فضلا عن انتشار الكاميرات الحرارية في هذه المنطقة وفي غيرها من مناطق العراق لرصد أي تحرك غريب. لما لم تتحرك كل هذه القوى العسكرية والأمنية والميليشياوية؟ طبعا الداخلية اعترف أن ثمة جهات أطفأت الكاميرات الحرارية. طيب، من يستطيع أن يطفئ هذه الكاميرات الحرارية إذا كانت هذه المنطقة مؤمنة؟ طيب، إذا أطفئت الكاميرات الحرارية
لا توجد وسائل أخرى للتواصل، الكاميرات هي فقط لدليل يستخدم بعد وقوع الحادثة للتعرف على أو محاولة التوصل إلى الجهة التي قامت بهذا الفعل، لكن عند التعرض لماذا تركت القرية الأولى قرية الهواشة لمصيرها لمدة من الزمن عدة ساعات، ثم تركت قرية نهر الإمام والقرى المجاورة لها أيضا لمصيرها عدة ساعات، لماذا لم تلبي القوى العسكرية والأمنية هناك والحشدية نداءات الاستغاثة من كلا القريتين؟ ثم نحن نعرف تماما بأن هذه المنطقة هي معقل من معاقل منظمة بدر وتحالف الفتح قبل من سنوات طويلة جدا، وأن مسؤول الأمني المباشر في المقدادية هو من أتباع هذا التيار، وأنه لم يستجب لنداءات الاستغاثة التي وردته من القريتين. إذن كأن هناك مخططا مقصودا لإيقاع هذه الحادثة للتوصل منها إلى أهداف سياسية. مبادرة هادي العامري بالذهاب وما جرى في القرية الأولى وما جرى من أحداث بعد ذلك تعطي دلائل كثيرة على أن هناك محاولة من هذا التحالف لتحقيق هدفين في وقت واحد، بالتعبير يعني بالمثل عصفورين بحجارة. نعم. أولا ثأر من قرية الهواشة أو في الإعلام يقال قرية الرشاد لقربها منها، لأنها قرية كما هو معلوم حسب معلوماتنا في الهيئة من قبيلة بني تميم، وهم أقرب إلى التيار الصدري، والتيار الصدري هو الذي فاز في هذه المنطقة ولم يفز هادي العامري. إذن كأنها محاولة الانتقام منهم لإعطائهم أصواتهم، عقوبة لهم. ثم بعد ذلك تعليق تهمة الهجوم على هذه القرية بقرية نهر الإمام بحجة إيوائها لتنظيم داعش، ومن ثم أيضا المعاقبة والانتقام وفسح المجال لأهل القرية الأولى للانتقام بأنفسهم. منذ سنوات الحديث يجري عن أنه لا يمكن السماح للانتقام والثأر العشائري، وأن هناك فصول عشائرية كبيرة جرت برعاية وزارات وبرعاية جهات وبرعاية مصالحة وطنية وحكومة الاحتلال الثامنة، ودفعت أموال كبيرة جدا واستقرت هذه القرى وضبطت أمنيا وسجل أهلها جميعا وتم الإعلان على أنها مناطق نظيفة من بؤر الإرهاب. طيب لماذا يحدث كل هذا الآن؟ إذن هناك هدف مخطط ومبيت لم يستطع هادي العامري منظمة بدر ومن معهم متحالفون معه في سنوات ماضية يحققوا، يريدون أن يعيدوا مسلسل جرف الصخر، العويسات، يثرب، العوجة، كل هذه المناطق يريدون أن يعيدوا هذا الأمر. ثم بعض الكاميرات الحرارية أثبتت، طيب الحجة الأولى قالوا في الكاميرات رأينا أنهم توجهوا إلى قرية نهر الإمام، ثم بعدها قالوا الكاميرات الحرارية عطلت، لكن الثابت حسب المواقف العسكرية أن القوة المهاجمة لقرية الهواشة انسحبت بعكس اتجاه قرية نهر الإمام، وأن هناك قوات عسكرية وأمنية قد تابعتها في الطريق المعاكس. لماذا تلقى التهمة إذن بقرية نهر الإمام وتؤخذ بجريرتها القرى المجاورة لها جميعا، ثم تؤخذ بجريرة المقدادية، ثم ينتقل الأمر إلى الخالص وإلى مناطق أخرى؟ إلى الآن لم تسلم هذه الأمور، فهذا كله يدل على أنها محاولة لاستغلال حادث إرهابي ضد قرية الهواشة. نعم. من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف ضد أبناء السنة في تلك المنطقة، وأقول بكل وضوح وبكل صراحة هذا الآن يتحدث به الجميع ولسنا وحدنا. ما حدث في قرية الهواشة، قرية الرشاد، مدان بكل أنواع الإدانة، وهو أمر لا ينبغي حصوله، ومن فعله إرهابيون ومجرمون. ولكن أن يقوم بعض أبناء هذه القرية بمعاونة الحشد ثم بمعاونة الميليشيات لتنفيذ فعل إجرامي في ناس أبرياء آخرين لم تصدر منهم إطلاقة واحدة للدفاع عن أنفسهم، وهذا دليل على أن من نفذ العملية الأولى لم يلجأ إلى القرية، لأنه لو لجأ إليها لدافع عن نفسي على الأقل. فإذا هي محاولة لإكمال مخططات التهجير والتغيير الديموغرافي في محافظة ديالة بذريعة محاربة الإرهاب، وهي فرصة لإيصال رسالة للحكومة ولجهات أخرى بأنه إذا لم تعدل نتائج الانتخابات فأبشروا هكذا، فأبشروا بأعمال من هذا القبيل. استنادا إلى هذه النقطة، نقطة محاولة التفجير الوضع طائفيا مرة ثانية، لأنه هذا الحقيقة هو المتكئ يعني كما يؤكد الواقع الذي اتكأت عليه القوى الطائفية والميليشيات من 2003 إلى اليوم، هل ثمة فرصة للنجاح للميليشيات طبعا في أن تفجر الوضع طائفيا وتغتنم هذه الفرصة
لتحقيق أهدافها السياسية الطائفية مرة أخرى. يعني هذا النجاح له أن يظهر خاصة بعد ثورة تشرين، بعد هذا الوعي الكبير والموقف الحاد والناقم على العملية السياسية، والذي تجلى طبعا في مقاطعة 90% ممن يحق لهم التصويت للانتخابات الأخيرة. هل ثمة فرصة؟ لا أعتقد أنه له فرصة كاملة، له فرصة جزئية، نعم، مرحلية، زمنية، محلية، في المكان الذي حصلت فيه المشكلة، في المحافظة. والدليل على ذلك أن غالب الجهات التي اقتصرت على إدانة ما حصل في قرية الرشاد وما حولها ولم تدن ما حصل في قرية نهر الإمام وقرية العامرية والقرى الأخرى، الميثاق الأولى والميثاق الثانية وغيرها من القرى، وعلقتها برأس الطرف الثالث كما فعل التيار الصدري، وكما تحاول أن تفعل بعض القوى الأمنية والعسكرية، وكما يحاول الآن بعض السياسيون السنة، هم يتجهون هذا الاتجاه أن هناك طرفا ثالثا. هذا بقي فقط في إطار من؟ إطار القوى العملية السياسية وبعض المرجعيات الدينية وبعض الطائفيين هنا أو هناك. أما ردود الأفعال على مجمل العملية من غالب القوى الوطنية وقوى تشرين ووسائل الإعلام الواعية والمدركة، تدرك بأن هناك فعلا مزدوجا تناول في المرة الأولى قرية شيعية، وتناول في المرة الثانية قرى سنية، فهي أفعال إرهابية مدانة على الوجهين. وكل من أدان فعلا الفعل الذي جرى في القرية الأولى ولم يدن الفعل في القرية الثانية، أو أدان الفعل في القرية الثانية ولم يدن الفعل في القرية الأولى، فأنا أعتقد أنه قد جانب الصواب، مع ملاحظة أن ما جرى في القرية الثانية مو من مجموعة مجهولة، مو من داعش، وإنما من الميليشيات، وبمساعدة أو فلنقل بتخاذل وفشل القوى الأمنية التي أنا أعتقد جازما أنها متواطئة، وقد استخدمت فيها أسلحة وعربات الحشد الشعبي، ولم يشارك فيها فقط منظمة بدر، وإنما أطراف حتى للأسف يعني من قوى أخرى كانت متضررة من الحادثة الأولى، وأقصد هنا سرايا السلام تحديد. نعم، في نقطة الميليشيات وخطرها الداخلي والخارجي في العراق، أنتم في هيئة علماء المسلمين كان أطلقتم تحذير لدول جوار العراق من مخاطر سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية للدول المجاورة للعراق. ما هي هذه المحاذير أو المخاوف التي يجب أن تتوقف عندها دول جوار العراق من جراء سيطرة الميليشيات على هذه المنافذ؟ حقيقة هو هذا التحذير جزئي في سياق تحذيرات عامة نطلقها، نعم، بين حين وآخر، نعم، للنظام العربي الرسمي، للنظام الإقليمي، للمجتمع الدولي. وعندما نرصد بعض التطورات نقوم على سبيل المثال مثلا انتشار الميليشيات في بعض المناطق العراقية وعزل هذه المناطق عن ما يسمونها السلطة والحكومة المركزية في بغداد، وتصرفها بما يضر العراقيين ويشكل خطرا على الدول الجوار، ولا سيما ما يحدث الآن في شمال غرب العراق في مناطق اللعفر وسنجار، التي تكاد تكون في غالبها خارجة عن سلطة وقدرة وإرادة وإدارة حكومة الاحتلال الثامنة في بغداد، وتهدد المخاطر بلدان أخرى في المنطقة. فنحن كما يقولون نقرع الجرس دائما، ولكن للأسف لا أحد يستمع. دكتور، جرى لقاء بين وفد من الهيئة، هيئة علماء المسلمين في العراق، والتقوا بالأمين العام للاتحاد الدولي الحقوقيين لإطلاع الاتحاد على حقيقة الوضع الحقوقي والإنساني في العراق. لو إيجاز عن هذا اللقاء، وهل وعدتم بشيء من قبل الاتحاد الدولي للحقوقيين بشأن الوضع في العراق؟ نحن في زياراتنا إلى تركيا نلتقي دائما بالقوى العربية والإسلامية والجهات التركية المختلفة هنا في تركيا، ومن الجهات التي لدينا تعاون وتنسيق بينها هي الاتحاد الدولي للحقوقيين ومقره هنا في إسطنبول. لما حدثت جرائم ديالى طلبنا موعدا مع السيد نجاة جيلان أمين عام الاتحاد، وحصل اللقاء يوم أمس، وأطلعنا على ما يجري في ديالى وزودناه بالتفاصيل اللازمة والوثائق التي استطعنا الحصول عليها من شهادات مصورة للضحايا وعوائلهم، وأيضا لصور فوتوغرافية عن
كم الخسائر الكبير وسياسة التجريف والحرق الجارية في القرى قضاء المقدادية. وقد وعد بأن يعقد اجتماعا عاجلا، وفعلا علمنا اليوم بأن الاجتماع سيعقد غدا الخميس عاجل للأمانة العامة للاتحاد للنظر في الموضوع والتثبت بما وصلهم من وثائق عن طريق الهيئة. وقد ذكر الرجل أنه قد يستدعي الأمر إذا تم التحقق من مصداقية ما وصلهم إلى إرسال وفد من الاتحاد للعراق لمشاهدة الوقائع على الأرض. دكتور، المؤسسات والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية ما زالت في إطار التوثيق وإصدار البيانات الشجي بالاستنكار فقط، على الرغم من الوضع السيء في العراق منذ 18 عام، وبالتالي كأنه السلطة وقواها الحقيقة ليس هناك من رادع، وقد يغريها يعني قد يغريها أو لا يخيفها مثل هذه البيانات ومستمرة في هذه الانتهاكات، لا زالت العملية فقط بيانات وتوثيق. بالضبط، وهذا ما نعانيه في العراق منذ سنوات طويلة، ونقوله دائما يكاد لا يخلو بيان من بيانات الهيئة التي تتعلق بالواقع الإنساني في العراق من الإشارة إلى هذا الموضوع وإلى إثبات تقصير المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية. أين الخلل دكتور؟ الخلل بأنه أمريكا ليس هناك من خطوة أخرى، أمريكا تحتل العراق، تكمم الأفواه، تمنع الجميع من الحركة، تعطي معلومات مضللة، تخوف من يعني يقبل التخويف، تغري من يقبل الإغراء، تسكت دول، فما بالك منظمات. لكن من جانب علينا أن نقوم بواجبنا، نعلي الصوت، نوصل المعلومة، نتحدث مظلومية العراقيين جميعا، والباقي يعني عند الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف أقول بكل مرارة أن هذه المنظمات تكاد تكون غير قادرة على القيام بما ينبغي القيام به في العراق. لكن الآن التحرك الإعلامي مطلوب، كشف الجريمة والإعلان عنها وتوسعة رقعة تواصل الناس معها بحد ذاته قد يقدم خدمة كبيرة. ثم نحن ما تحركنا فقط من منطلقاتنا المعتادة، هذا أحد خلينا نقول ثوابت عملنا في الهيئة، ولكن مناشدات الناس في العراق كان لها أثر. يعني على سبيل المثال، نحن لا نتحدث عن كل شيء، ذكرنا زيارتنا لأن هذا الأمر ممكن يرفع المعنويات ويوصل رسالة إلى اهتمامنا بهذا الموضوع، ولكن الجهد الإغاثي للهيئة وصل منذ الأيام الأولى إلى الإخوة في المناطق التي نزحوا إليها، ولم نعلن عن ذلك لأن نعتقد أنه هذا واجب ولا يليق بنا أن نعلن عنه كما تفعل بعض الجهات. نعم دكتور، هل لديكم تواصل مع منظمات وازنة أو معتبرة معنية يعني بحقوق الإنسان والانتهاكات في العراق مثل هيومن رايتس ووش، منظمة العفو الدولية، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لديكم تواصل مع هذه المنظمات؟ كل هذا سياق عملنا، وهذا ما يقوم به قسم حقوق الإنسان في الهيئة، والقسم قام يعني بمهامه في هذا الإطار. بالعكس، قد يكون التواصل مع هيومن رايتس ووش ومنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى أجدى من التواصل مع حتى بعض المنظمات العربية. نعم، لكن هذا الجهد يقوم به قسم حقوق الإنسان. أنا كقسم سياسي انتهزت فرصة وجودي في إسطنبول لزيارة الاتحاد الدولي، وإلا التواصل حاصل، بل أن كثيرا من تقاريرنا معتمدة من هذه المنظمات، وأحيانا يتم الاتفاق بيننا وبينهم على عدم إعلان التعاون المشترك أو اللقاءات المشتركة أو عدم إعلان مصادر معلوماتهم المزودين بها من قبل الهيئة، لأن واجبنا الأساسي هو إيصال المعلومة سواء وصلت عن طريقنا أو عن غيرنا، فالأمر حق تحقق. أما موضوع ذكر الهيئة وبيان جهودها، أنا أعتقد بأنه أصبح من المسلمات عند العراقيين بأنه نحن نقوم بهذا الجهد سواء أعلننا عنه أو لم نعلن، من منطلق الواجب الشرعي أولا والواجب الوطني ثانيا والواجب الإنساني. نعم دكتور، الآن إزاء هذا الوضع الموجود في العراق بعد المقاطعة الشعبية الكبيرة وثورة يعني تشرين، نتكلم عن مستقبل العملية السياسية في ضوء هذين المعطيين الكبيرين، ثورة تشرين وهذه المقاطعة 90%، هل ثمة مستقبل للعملية السياسية حتى مع كل هذا الدعم الموجود لها إقليميا ودوليا؟ يعني أنا فقط أتحفظ على كلمة مستقبل. نعم، عملية سياسية في العراق لا مستقبل لها، لكن قل هل ستبقى العملية السياسية للمرحلة القادمة على الأقل؟ نعم، ربع سنوات القادمة. أقول للأسف نعم، لأن الفاعل الدولي والفاعل الإقليمي والفاعل العربي حتى مع لأن هذه العلة ليست جديدة، هي وليدة لكنها تفاقمت، وليدة سنة 2003
وتفاقمت إلى الحد الذي وصلت فيه إلى الانفجار. الآن في العراق يمكن مصطلح التفاقم يعني لا يفي بالحاجة. نعم. حالات أقل منها حالتنا في العراق تكاد تكون 10% ما يجري في العراق تقيم الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية وغير الدنيا عليها ولا تقعدها. يعني الانفجار الذي حصل في أفغانستان في المستشفى البارحة أو البارحة لاحظت بيانات الاستنكار من كل وزارات الخارجية في العالم حتى القريبة منها العربية والتركية وغيرها، لكن هل سمعت من أحد منهم إدانة لما يحصل في ديالة؟ نعم. فإذا ستستمر العملية السياسية لأن المحتل الأمريكي والمحتل الإيراني يريدان لها أن تستمر، ولا حول ولا قوة للنظام العربي الرسمي. أهداف العملية السياسية والنظام السياسي المحققة للمصالح الأمريكية والإيرانية ما زالت قائمة، فلماذا ينهونها؟ لن تنهى إلا بحالتين: التدخل الرباني أو التدخل الإنساني القائم على أساس انتزاع الحق فقط. نعم. حتى دكتور مع هذه، مع المخاطر الناتجة من استمرار العملية السياسية، الآن قد نكون قد وصلنا إلى مرحلة تفكيك الدولة العراقية، مخاطر أمنية على دول جوار العراق، ستبقى العملية السياسية، ستبقى أمريكا، حلفاء جوار العراق معظم حلفاء أمريكا، وهذه العملية فيها مخاطر على أمنهم القومي، ستبقى العملية يعني هم ينظرون لها من منظار آخر. أولا الدولة العراقية تفككت سنة 2003. نعم. وانتهت، لا يوجد في العراق ما يسمى الدولة العراقية، نحن نتحدث عن حكومات احتلال متعاقبة في العراق، وصلنا للحكومة الثامنة وقد نصل للحكومة التاسعة. ما يحصل في المنطقة ينظر له من زاوية أخرى، من زاوية أن هناك تخادم أمريكي إيراني، تبادل مصالح، ضغوطات على دول المنطقة سواء كانت في الخليج العربي أو في تركيا، وأن هناك كيان صهيوني حاجة ضرورية وماسة لحماية أمنه، وأن هناك مصادر طاقة ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن عليها من أجل فرض أسعارها في السوق، وأن هناك ضرورات لانسحاب أمريكي من الساحة الأوروبية اقتصاديا ومن ساحة يعني الشرق من أفغانستان وما حول أفغانستان لحسابات الصراع مع الصين، لكن لا يمكن لأمريكا وهي ليست في وارد التخلي عن منطقة ما يسمونها الشرق الأوسط، والعراق هو حجر الزاوية في هذا الموضوع. ما زالت أمريكا بحاجة لإيران تقف على قدميها، ليست قوية كاملة ولكن مع المحافظة عليها مهددة لأمن المنطقة والخليج العربي، فزاعة تخيف بها دول المنطقة حتى تقبل بالمخطط، ومنها موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني. فضلا عن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على الأرض على مواجهة الهيمنة والنفوذ الإيراني، فتسعى لإدامة أمد النزاع وعدم إنهائه ما أمكن. إنهاء النزاع ليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية كما ترى، ولا سيما أن مفاوضات النووي على السلاح النووي والصواريخ البالستية تحديدا، وهذا هو الخطر الذي تخشى من الولايات المتحدة كان الصهيوني مع إيران مستمرة ولم تنتهي إلى النتيجة المرجوة للطرفين. فضلا عن ذلك بعد أخير، أن الاتحاد الأوروبي، الدول الأوروبية لاعب خطير في هذه المرحلة، فهي حريصة جدا على إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن والوصول إلى اتفاق أمريكي إيراني من أجل مصالح اقتصادية بحتة وفتح أسواق جديدة في المنطقة، هكذا يفكرون. نعم. أيضا يتعلق بمستقبل الوضع في العراق، لكن بالشق الآخر، وهو مستقبل العمل الوطني كقوة وطنية مناهضة للاحتلال، قوى شعبية على الأرض، ناشطين، متظاهرين، مدونين وما ذلك. كيف هي رؤية أو ما هو مستقبل هذا العمل الوطني في المرحلة القادمة، خاصة بعد ثورة تشرين، وخاصة بعد تعاظم النقمة الشعبية واللي تمثلت 90% مقاطعة شعبية، هذه كأنه بيئة مؤاتية لعمل القوى الوطنية في المرحلة القادمة. هذه هي النقطة المضيئة. نعم. هذه هي بارقة الأمل التي يمكن أن نبني عليها. كل ما ذكرته من فعاليات لم تكن موجودة سابقا، كنا نكاد نكون وحدنا في الساحة، فعندما تكثر هذه الفعاليات وهذه التحركات وهذه النشاطات
ويكثر الصادقون من الكاتبين والمغردين والمحررين والإعلاميين والناشطين الإنسانيين، كل هذا يدعو إلى التفاؤل بأن هناك تيارا واعيا وطنيا مثقفا مدركا عاملا، وهذه نقطة مهمة جدا. لا يكفينا أن نتفرج على الشاشات ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه نقطة الأمل، بارقة الأمل، الوجه المشرق الذي يمكن أن نعول عليه بعد الله سبحانه وتعالى في أن نصل إلى نقطة ولحظة الخلاص. دكتور، كأن القوى العملية السياسية الآن بعد كل هذه المعطيات على الأرض كأنها الآن، بل يبدو الواقع هكذا، كأنها معزولة في زاوية حرجة لوحدها الآن في مواجهة هذا العدد الهائل من الفعاليات وطنية وشعبية وشبابية ونقمة شبابية. هذه العزلة إلى أي حد ربما ستعجل، على الأقل ستخسر العملية السياسية إن كان لها بقايا رصيد، ستستنزف هذا الرصيد المتبقي، النزر اليسير من هذا الرصيد. هو الرصيد بالنسبة لي نفد منذ زمن مبكر، نعم، وهذا ما نؤكد عليه في جميع بياناتنا وأدبياتنا، وهي وحدها نعم في مقابل الشعب العراقي من هذه الزاوية، زاوية الفشل الآن السياسي. كان هناك خندقين لا ثالث، نعم، لهما، أصبحت الصورة واضحة. نعم. أذكر أنه في بداية الاحتلال كنا نقول أن هناك فسطاط احتلال وفسطاط مقاومة. نعم. الحالة الآن كما هي، هي استمرت كما هي ولكن الآن تجددت، يمكن النظر لها. لكن المشكلة أين؟ أن قوى العملية السياسية ليست وحدها. نعم. الشعب العراقي وحده للأسف. القوى العملية السياسية مدعومة من حلفاء دوليين وإقليميين، ولولا هؤلاء لانهارت منذ زمن طويل جدا. شكرا لي الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، والذي كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص. كما أشكركم مشاهدين الكرام على متابعة هذا اللقاء الخاص، وإلى أن نلتقي في لقاءات خاصة بإذن الله، في أمان الله.